السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الفيد ثرو لوكس. يعني ايه فيد ثرو لوكس؟ دلوقتي احنا عندنا رول في الان اي سي اسمها 10 فيت تاب رول. بتقول ايه 10 فيت تاب رول؟ بتقول ان انا لو عندي وليكن دي بي او اب ستريم بانل بورد بتغذي داون ستريم بانل بورد، فالدي بي دي لو بتغذي برانش بانل والمسافة ما بين البرانش بانل وما بين الدي بي اقل من 3 متر، اقدر استغنى عن الانكومينج سيركت بريكر واستخدم بس الحمايه اللي موجوده في الدي بي. على سبيل المثال انا هفترض ان دي هي دي الدي بي وفيها سيركت بريكر 250 امبير بيغذي برانش بانل، المسافه ما بين الاثنين اقل من 3 متر، فانا اقدر دلوقتي استغنى عن السيركت بريكر واركب حاجه اسمها لوجز، ولازم يكون الفيدر سايز اللي بيغذي البرانش بانل او داخل على اللوجز على الاقل 10% من السيركت بريكر سايز. يعني انا لو عندي هنا 250 10% 25 امبير بشوف الكوندكتور امبستي اللي تشيل اكتر من 25. طيب نرجع تاني للريفت. دلوقتي انا عندي برانش بانل اسمها ال بي 2 وعندي دي بي وعندي سيركت. انا عايز اقول ان ال بي 2 دي بتتغذى من ال دي بي عن طريق الفيد ثرو لوكس. فانا اول حاجه هعملها همسك الدي بي واديها باور، وبعد كده اختار من البانل الدي بي، وبعد كده كونكشن تايب يا اما بريكر يا اما فيد ثرو لوكس. انا اختار الفيد ثرو لوكس. هنلاحظ ان في ورنينج هيظهر لو انا مش عامل انيبل للفيد ثرو لوجز في الدي بي نفسها او في اللوحه بتاعه الابستريم. انا دلوقتي هدوس كانسل وهمسك الدي بي وهنزل تحت عند الالكتريكال سيركتنج واختار من الفيد ثرو لوجز واعمل تشيك، وبعد كده تاني هرجع على اللي بي 2 همسك السيركت وبعد كده فيد ثرو لوجز. قبل ما نعمل اساين للسيركت دي على اللي بي 2 تعالوا نخش جوه البانل سكادول بتاعت الدي بي، اديت بانل سكادول. هنلاحظ ان مفيش اي انديكيشن بيدل على ان البانل اللي بيتو بتتغذى من الدي بي، ولكن انا لو جيت دلوقتي وحطيت السيركت بتاعت الريسبتكل دي على اللي بيتو ورجعت تاني جوه الدي بي هنلاحظ ان نعمل تشينج تمبلت، هنلاحظ ان الحمل بتاع السيركت اتضاف على الدي بي. طيب افرض ان انا دلوقتي عايز اعرف بس الاحمال اللي موجوده على الدي بي، مش محتاج اعرف الاحمال اللي موجوده على البانل اللي بتتغذى ثرو لوج من الدي بي. تعالوا نرجع تاني للباور ونضيف سيركت ونرميها على الدي بي. نرجع تاني للدي بي ادي السيركت اللي احنا ضفناها موجوده على الفازه ايه. طبعا انا دلوقتي السيركت دي 540، لكن انا عندي دلوقتي توتال الاحمال بتاعه الدي بي والبانل اللي بتغذى من الدي بي. عشان اعرف الاحمال اللي موجوده على الدي بي دي والال بي 2 لازم اغير التمبلت لتمبلت اسمه فيد ثرو لوج. اختار الفيد ثرو لوجز وادوس اوك اقول له يس. هنلاحظ ان هو مقسم لي تحت الاحمال للسكشن بتاع الدي بي، وده هو اللي عليه السيركت بتاعة الريسبتكل، وبعد كده السكشن بتاعة ال ال بي 2 اللي بتغذى عن طريق اللوجز اللي هو 540 برضو ريسبتكل، وفي الاخر هيجيب لي التوتال بتاعة الاحمال دي. طيب اقدر كمان استفيد من الفيد ثرو لوجز ان انا لو خلاص جبت لوحه وعملت اساين لكل السيركتس اللي عندي وحبيت ان انا اعمل اكستنشن لاحمال الضف التاني عندي في المشروع، ان انا امسك ال ال بي 2 دي واخليها عباره عن اكستنشن بتكمل الدواير اللي موجوده في الدي بي. يعني انا في الدي بي دي عندي مثلا 24 سيركت، فانا جوه ال ال بي 2 دي هخش جواها هلاقيها بتبتدي من 1 وبتنتهي ب 42. انا عايز البانل دي تبقى اكستنشن للبانل التانية بتكمل الدوائر عليها، فانا هطلع فوق وامسك البرانش بانل وهنزل تحت عند الالكتريكال سيركتنج واختار سيركت نمبرنج اوبشن هخليها كونتينيوس او كونتينيو نمبرنج. هنلاحظ ان البانل دي بدأت بعد ال 24 اللي هي اخر سيركت موجودة عندي في الدي بي. ده كان بالنسبة للفيد ثرو لوجز. اتمنى يكون الشرح مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.